الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة بمراحل عدة كان لها أثر كبير على استقراره ونموه، بدءا من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أظهر الحاجة للعمل بشكل أكبر على استشراف مستقبل الاقتصاد وتسليط الضوء على كافة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة. مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي عزز الحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة بهدف استشراف مستقبل الاقتصاد وإشراك التكنولوجيا المتقدمة في عملية تطويره لضمان نموه واستقراره مستقبلاً. العالم شهد تجارب اقتصادية ومالية مذهلة، فلقد طالت التغيرات التكنولوجية كافة المجالات في العالم الاقتصادي، ولعل تجربة دولة الإمارات بهذا المجال تعتبر بمثابة تجربة يحتذى بها عالمياً، فقد قطعت الإمارات شوطاً مهماً في استشراف المستقبل، حيث عملت على إطلاق العديد من الاستراتيجيات بهدف استشراف مستقبل الاقتصاد. فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق مئوية الإمارات 2071 كخارطة طريق لتصبح دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة، وتشمل المئوية عدة محاور أبرزها محور أفضل اقتصاد في العالم، والذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في استقطاب أفضل العقول والأفكار والمواهب. ومن جانبها أطلقت وزارة الاقتصاد خطة اقتصاد 50 لبناء اقتصاد المستقبل في الإمارات ضمن استراتيجية عام الاستعداد 50، وتمثل خارطة طريق عمل الاقتصادي للسنوات 10 المقبلة، وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وذلك عبر مرتكزات الاقتصاد المستقبلي والتي تتمثل في القطاعات الرائدة مثل تكنولوجيا الفضاء وصناعة الترفيه الرقمي. لم يتوقف استعداد الدولة لمستقبل الاقتصاد هنا فحسب، بل عملت أيضاً على إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمياً للثورة الصناعية الرابعة وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم. محور الطاقة النظيفة يعد من أبرز المحاور التي تشغل بال المسؤولين عند الحديث عن استشراف مستقبل الاقتصاد، الأمر الذي دفع الدولة إلى إطلاق استراتيجيتها للطاقة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.